خير رضوان، تبارك الله عليك. ترحب بك جدا بزي العرب، وتحيا مباشر وتحيا الطاقم اللي حاضر كان. تبارك الله عليك. مهم في اطار الجديد ديالك، احنا معك اليوم هنايا هضرنا على مشروع الجديد اللي عندك. الجديد هو واحد الاغنيه غتكون على الحومه، غادي تكون واحد غتكون بواحد الطريقه اللي هي حلوه، وبواحد الشيء اللي هو شي شويه يعني ماشي مبدل، وانما الشيء يعني ديالي فهمتيني، يعني انسبيراسيون جات من الحومه، وان شاء الله غادي يكون فيها مفاجات مزيونه، وغادي ترجع بكم من واحد الايام اللي هي حلوه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديال الجمهور الكريم. شنو هو الموضوع ديال هذا العمل هذا؟ الموضوع كما قلت لك سابقا غيكون على الحومه، يعني البلاصه اللي دوزنا فيها احسن فتره في الحياه، احسن فتره في الحياه كيدوزها الانسان هي الطفوله، كتكون في الحومه. راه ديك الصباغه اللي كتكون في الحايط وديك بيبان الحومه وديك الشيء راه كيبقاو لك في الميموار ديالك. قربنا الجمهور نحاول نرجعوا بالذاكره ديالنا الطفوله، وعشنا ديك الاجواء كيف واحد الانسان يعني غادي كبار وغيمشي، يعني شاءت الاقدار انه يخرج بالحومه اللي تربى فيها، وملي غيكبر غيرجع الحنين ديالو غيرد الحي اللي تربى فيه، وغيتلقى الاصدقاء اللي تربى معاهم، ويبقاو يتفكروا الذكريات والطرائف اللي دوزوا تما. المهم العمل غيكون ان شاء الله في هذا السياق هذا. بالنسبه لهذا العمل هذا يعني ما بان كان هذا العمل هذا كان العمل اش غنقول لك، الاخراج ديالو كان المخرج تبارك الله عليه، اللي هو انسان طيب قبل ما يكون مخرج، ولا يكون انسان صادق في الفن وفي الحياه، ايوب اجادر تبارك الله عليه. هذا المنبر هذا هو اللي تكلف بالاخراج، وبالنسبه للمسائل الاخرى كان معنا زين العرب الاندلسي، واخا ديك الانسان سبحان الله ما عنديش معاه، وانما اش غنعمل معاه؟ واحد اخر دابا واحد لان دابا حنا بغات الكاميرا خصني ندهنك، فهمتي كيفاش؟ انت راجل مزيان امام الكاميرا. عسك انسان طيب والله العظيم. هذا السيد هذا صديق ديالنا مش حال هادي. نرجعوا للموضوع ديالنا، كانوا بزاف ديال الاخوان ديالنا، كاين شي ناس اللي تنساو السميه، كنتمنى الدراري يعاودوا يفكرونا في السميه ديالهم. كاين الاشقار، كاين معنا الاشقار والشمالي تبارك الله عليهم كاملين، الدراري اللي عطاو عملوا يدهم حتى هما في هذا العمل هذا، اللي حتى هما رجعوا معنا، كان عندهم دور اننا رجعنا ديك الطفوله، وعطيناكم ديك الصوره اللي غتشوفوها ان شاء الله. وتحيه للاخوان ديالنا كاملين اللي في المغرب واللي خارج المغرب، الناس اللي كتسنى الجديد ديال بيت فلو. هذه المره هذه شي حاجه ان شاء الله في المستوى. كاين توقف اخي رضوان، كاين عملات كنا واش غنقول لك دابا كنقول بجهد الله، لان حتى حاجه ما مضمونه فهمتي، انا ما عرفتش راه شو صنع صباح غدا. دابا الشغل في اليد الناس، يعني الشغل اللي غنقول لك، يعني دابا عندي واحد الايكيب خدامي ما بعطيشنا، يعني هو يعني شحال نقول لك اجادور ولا زي العرب، الالبوم كامل في يدهم، يعني هما اللي غيخرجوا لكم الاغاني، يعني هما يعني السيناريو مسائل كنريقلوا المسائل ديالنا، وكل مره غادي يبقى يخرج عمل ان شاء الله، وقبلوا علينا هادشي اللي كاين. بالنسبه لهضرت لك على العوده ديالك، يعني الناس كانوا كيتسالوا بيت فلو فين كان غايب، شنو كتقول؟ بالنسبه للغياب ديالي راه كما كيعرف كل شيء، راه كل عام كنقول لهم الاخوان راه هذا العام هذا ان شاء الله نقدر نرجع، كنقول لهم نقدر نرجع، ولكن هذا العام هذا غنقول لهم ان شاء الله غنرجع. علاش؟ لان يعني الا جيتي تسعف، وهذا ميساج، الا جيتي تسعف الحياه ولا المشاكل الحياه راه ما كيتسالوش، بحال نقول لك عيش النهار ديالك اليوم، فكر شي في غدا، عيش النهار ديالك اليوم، ملي تنعس وتفيق من غدا فكر في غدا، المشاكل ما كيتحلوش بالجلاس، والانسان اللي غيعمل شي حاجه ما عمره يقول تنغدا، ديك الساعه عامله. وهذا وعد، يعني انا ما عمري وعدت، ولكن هذا وعد ان شاء الله 2021، لان 2020 سنه سوداء ماشي سنه بيضاء، سنه سوداء، وان شاء الله 2021 اخوتي عاد تسمعوا موسيقى. هادشي اللي كاين. اذا ضربت لك على الموسيقى اللي كتشوف دابا حاليا الدراري اللي كاين دابا، يعني نوع التطور في الموسيقى، شنو الراي ديالك بحكم انك انت كتعتبر من قدماء؟ واش نقول لكم، موسيقى هانزينا، يعني كتقولها بالفم ديالك، الموسيقى مزونه، اما يعني كتجبر بزاف الدراري ما كيعتمدوش على بارول مره، يعني اللي هو حجر الاساس في الموسيقى ديال الراب، خص تكون عندك بارول، يعني خصك تكون كتوصل واحد الرساله، باش انا ملي نسمع الاغنيه ديالك
وتسالى ديك 3 دقائق ونحيد الفونيس من ودني كنخرج بواحد الخلاصه وبواحد النتيجه. بالحق ملي غادي نفتح انا مثلا اغنيه نزلت وغادي نسمع شي واحد كيعاود لي على حياته وعلى راسو، انا كنعمل انا كنفعل. انا بالنسبه لي ديك الموسيقى هذيك سهله بالنسبه لي فهمت، يعني اغنيه ما كتهضر لي على راسك، يعني ما نستافد انا منك والو الا تعاود لي شنو كتلبس ولا شنو كتعمل ولا الى اخره. خصني انا نعطيك داك الشيء اللي كنعرفو انا وما كيعرفوش المجتمع ديالنا، كنوصل واحد الرساله، كنشوف شي حاجه في الزنقه مثلا، شي موضوع ما اداني كنهضر عليه، شي حاجه عجبتني كنهضر عليها، شي حاجه ما عجبتنيش كنهضر عليها. ومره مره كندخلوا نعمل واحد النيتواياج هيدا، يعني كتحاول يعني شي واحد مثلا هيدا كتجبد له ودنه ولا شي لعبه فهمتي، ولكن الاساس كيبقى هو الراب. انا كنعتمد على البارول، اهم حاجه كنعتمد فيها انا هو البارول، عاد كنعتمد على الموسيقى. وبالنسبه للكليب ماشي الخدمه ديالي، عند الاختصاص ديالها هو انا وقف هنايا، كنوقف هنايا علاش؟ لان ليماج ديالي راه بحال نقول لك الناس، المخرج هو احسن واحد اللي كيشوف لك ليماج ديالك، كيعرف لك ليماج ديالك اكثر منك، كيعرف وجهك اكثر منك، هو المخرج يعني كيعرف لك النقط ديال وجهك كاملين كيعرفهم. انا الا وقفت في المرايه غنعملها، ولكن المخرج هو اللي هو اللي غيعرف اني شنو هذا الكليب، هذا الموضوع شنو غادي يخرج الى اخره. حاليا يعني بدينا كنعتمدوا حتى على كليب، لان كما قلت لكم خدمه مع الدراري تبارك الله عليهم، الدراري فنان لا في العقل ديالهم ولا في الخدمه ديالهم ولا طريقه العمل ديالهم، الدراري كتخدم وعندك كان تمشي بعيد وغتمشي بعيد، ما فيهاش يتخاف. الجمهور ديالنا كان نجددوا الاعتذار ديالنا على حساب كنت كنتعطل حيتاش كانوا عندي ظروف شخصيه ديالي، وابارت شي هذا يعني كانت طارت لي من الموسيقى بالعربيه، حيت وليت كنشوف حتى البوبليكو ديالنا كنلومو علاش، لان ولا كي يعطي قيمه واحد الموسيقى اللي اش غنقول لك، ما ولا كيعطي واحد قيمه واحد الموسيقى اللي قربت تدخل للديور ديالنا. انا جات كنخاف انا مثلا ديك الموسيقى تدخل على يما ولا على خوتي، ندخل نسمع ديك الموسيقى اختي كتسمعها ودوز في التلفازه، هذه اللي كنتحاربوا عليها حنايا الدراري قدامين حاليا، كنتحاربوا باش نردوا ديك ليماج ديال الراب شحال هذه، اللي هو خصو يكون ميساج، اللي هو خصو يكون ماشي شغلنا في الحياه ديالك شكون تينا ولا كيف كتمشي ولا فين كتمشي، ولا خصنا تك شنو كتقول شنو عندك، وليماج ديالك كتبقى شي حاجه اللي ثانويه. الفكره قصه كليب، يعني خوري يتفرج يسمع الموسيقى يستافد، يتفرج كليب يستافد، هادشي اللي كاين الاخوان. وسمحوا لنا الا كنا تعطلنا عليكم، وتبارك الله عليكم من مباشر من عند هذا الراجل هذا ومن عند خوكم بيت فلو، وتبارك الله عليكم. نتلاقاو ان شاء الله من مور صحفتك، نتلاقاو ان شاء الله من مور كليب في تصريح اخر مع مباشر ضروري ان شاء الله. السلام عليكم.